سلام، انا معاد احبوش. في هذا الفيديو غنشوفوا الاحتمال اللي تحطات اونتيغون في الجهوي، كيفاش يمكن لك ضمن جوج نقاط اللي كاينه في السؤال الاول. الكاتب ديال اونتيغون هو جون انويل. جون انويل تولد في سنه 1910 وتوفى في سنه 1987. كيف ما قلنا في الفيديو اللي فات ديال لابوط اميرفي ان السؤال الاول في الجهوي غيكون مقسم الاسئله صغار، وهاد الاسئله غيكون عليهم جوج ديال النقاط. في هذا الفيديو غنوريك كيفاش تضمن ديك جوج النقاط في حاله الا تحطات اونتيغون في الجهوي. السؤال الاول هو لو نوم دو لوتور، اسم الكاتب ديال اونتيغون. اسم الكاتب ديال اونتيغون هو جون انويل. السؤال الثاني هو لو تيتغ دو لوفغ، يعني عنوان النص. النص اللي غيتحط ليك الا كان اونتيغون راه غتلقى فيه اونتيغون كدوي مع لا نوغيس، ولا اونتيغون كدوي مع كريون، المهم غتلقى اونتيغون كدوي مع شي طرف. دونك لو تيتغ دو لوفغ عنوان النص هو اونتيغون. السؤال الثالث هو لو جونغ ليتيغير، يعني نوع النص. في هذا السؤال غنكتبو بياس دو تياتر ولا بياس تياترال، يعني اونتيغون هي مسرحيه. السؤال الرابع هو لو سياكل، يعني القرن اللي تكتبات فيه هذه المسرحيه هذه. حنا عارفين ان اونتيغون تكتبات في سنه 1944، دونك القرن اللي تكتبات فيه هو القرن 20. السؤال الخامس هو لا دات دو لا بروميير بريزونطاسيون، يعني التاريخ اللي تكتبات فيه اونتيغون. جون انويل كتب اونتيغون في سنه 1944. السؤال السادس والاخر هو لي دو زوفغ دو لوتور، يعني جوج الاعمال ديال الكاتب بلا اونتيغون. فهاد السؤال اختاريت لكم واحد جوج اعمال ساهلين في الحفاظه ودغيا تيدخلوا للراس. العمل الاول هو ليوكاديا، والعمل الثاني هو لا لويت، وهذه يمكن لك تحفظها دغيا، تبقى تقول لويت نو نو لويت.